نعم. بتآمن بالعين؟ لا مش بالعين، أنا مسيحي ما بآمن بالعين، أي عين منه. لكن ليه بتفشل إذا حطت عكس؟ بتفشل لأنه بصيروا كل واحد منهم يعني بصير واحد يتسلوا فيه العالم، أنا ما لي مش. بس على فكرة أنه في كتير مسيحية بآمنوا بصيبة العين. شو بعمل له؟ إذا أنا بالنسبة لي ما بآمن بالعين. طب بعد 4 سنين مين عمل هيك الخطوة الأولى للزواج؟ يعني أنت قلت نحن عم نتفق كنا بال4 سنين تتزوجوا ولا هي قالت خلص إنه صار له 4 سنين؟ لا نحن عم نتفق ساعة البدا أنا جاهز كنت، وبس استويت القصة على الأخير طلعنا. كيف يعني استويت؟ يعني طلعنا خطبنا بمر شربل أنا وياها وحدنا. أوكي. 9-9 حطينا المحابس أنا وياها بس قدام مر شربل وفلينا. هيدا قبل بقد إيه؟ قبل بسنة. للزواج. 99 قبل بسنة. قال كمان قبل ايه بسنة. هيدي كان اهل كون بعد ما عرفوا. بلا كان اجى لعنا على البيت. اوكي. اجى. كيف اجى؟ يلا هي خبريه كيف اجى لعنا؟ اجى لعنا على البيت، نحن من الباروك، من الجبل، من الباروك، اجى لعنا من نباي على الباروك. قلت لهم لاهلي في شاب معي نزل بالباراشوت معي بالشغل وبده يجي يتعرف عليكم. قالت لهم اول بس شافوني تفاجئوا كفت. ايه لا خبرها خبرها. لا لا كفي كفي. ايه بده يجي اهلا وسهلا يتفضل. اجا من نباي على الباروك، اخذت معه شي ساعة ونص. وصل اكيد يعني نهار احد وغدا وقعدنا وقضينا نهار واهلا وسهلا وفات. ثاقبت بعد يومين ثلاثة وقال لهم انا انه بدي البنت وانا رفيقتي بالشغل وانا بدي اياها دغري. قال لهم دغري مش انه ما في لف ودوران. اجى زياره وفل دغري بالزياره الاولانيه. قلت لهم الغدا يعني في منهم عم يتغدوا ووقفوا الغدا، في منهم كفوا الغدا، فاجئوا فيي لانه في منهم بيعرفوني قبل. مين في منهم؟ كان في ناس غربة ولا لا؟ اكثر شيء الله يرحمه بيا يعني ما كان عنوان. راضي؟ لا كان راضي على سلامته الله يرحمه، بس غص بحبها كثير كان. ايه واخوات ايه. الشباب كمان وصهري. لك شو بيكون قال براسه بس شافك؟ عرفوني انه انا كنت مسؤول بالقوات وكذا، انه خافوا عليا. انه اكلناها مثلا؟ لا ما له اكلناها، لا ما انه هيك الجماعه. طيبين كثير، اهلها كثير طيبين. بس ليه بده يغص؟ كثير محبين. لانه بينقذوا انه بقى على اساس هن معودين يجيجوا ناس اصحابها من الجريده، انا مش من الجريده. يعني ما كانوا متوعين انه انت تكون بدك تطلبها يعني تفاجئها. ويكون وقح هيك يعني انا وعلى الطاوله قلت لهم يعني. انت بتعتبرها وقاحه؟ يمكن لا. في ناس يعتبروها لا مش وقاحه انه بيجي واحد بيحكي للبنت. بيجي واحد بيقعد على البيت اول زياره وبيحكي يعني كثير. شو قلت له؟ شو كيف طلبت؟ نسيت، قلت له انا وياها متفقين. معقول هيدا اهم مرحله بحياتك؟ كيف نسيت؟ هلا كل حياتي انا مراحل، انا فيش الا حياتي بلا حياتي صعبه كثير. كان عندي صاحبي الله يرحمه توفى، كان الا كان يعرفني انا ما بتغزل بمرتي، يقول لي الا حياتي لك شي كلمه، بقول له يا اخي شو بقول حياتي، انا حياتي كلها مشاكل وما قصص ورويات. طب قلبي مثلا ما هي ذاته الحياه والقلب هن ذاتهم. قلت لهم انا متفق انا وياها واذا في مجال بدنا بركتكم وهذا كاسكم. ولو قال لك لا؟ قال لي لا بكفي الغداء. اذا قال لي لا في الدغري لا في الدغري بلا غدا. لو قال لي لا في لا بس ما قالوا شيء، ما جاوبوه طبيعي. ما جاوبوا؟ لا لا شو ما دغري. هلا ثاقبت بعد يومين أن قرايب برومي برومي بالمتن، حد ضيعتهم حد نبا يعني معزومين لعندهم على العشاء. قال له اجا شاب من بيت ابو فاضل انه كونه رومي قريبه لنبا. قال له ايه بيت ابو فاضل ناس كثير. نحن نبا بيت مري برمانا مرعغاني بيت ابو فاضل كتار عائله كبيره. قال له بيت ابو فاضل ايه عائله كثير منيحه كلهم ناس مرتبين ومعلمين. ايه مين الشاب من وين من اي ضيعه؟ قال له الوالد الله يرحمه. قال له من نباي. قال له نباي؟ قال له ليه شو نباي؟ انه ما بيعرفوا شيء عن نباي. قال له نباي لا ضيعه، وين بدك تاخذ البنت تقعدها بنباي؟ ضايعه عقلاتهم حدين كثير اهلها وشايفين حالهم كثير، بيقولوا نحن تحت الله ب2 سنتي سنتين سنتين هيك شيء. عم بيصحح لي عم بيقولوا هن شو بيقولوا هن هيك هلا مضبوط انت تحت الله بسنتين؟ نحن بنباي هيك بنقول تحت الله بسنتين بنباي. وانت شو بتقول؟ اكيد انا نباوي انا. تغيرت ملامح وجهه. لا هن اهل نباي بيقولوا هيك. يا حرام رجعوا اهلي منه قالوا لي يا عمي هيدا الشاب هيدا الشاب قالوا لنا من نباي وقال هيدا كيف رجعت انا فيه؟ هلا انه هلا بعدين الواحد بس يحط شيء براسه
يعني انت اللي عنتك انه خلص بعد اربع سنين. هلا ما عندي علي ما عنت، شايفتيني هلا انا عاطل يعني؟ انا ما شايفتك، بدنا نشوف هن كيف نقصوا بوقتها واهل الضيعه وتحت الله بخمسه. اكيد هلا معك حق تتصوري هالصوره. انا مش تصورتها بهي، انا ما خصني. معك هاي التفاصيل يعني مضبوط. نحن هيك وقصة، بس عرفني الله يرحمه انطوان نخلي، عرفني ساعتها خاف بزياده.